بونجور. لابسه تايجر، لا تاكلينا بس. شو معنى حبه امك على راسها وانا لا؟ something اسم مس مس سوري missing she means something missing missing يرحم لي امك خليك معي على الخط. هند انا جاي كرة. ايش رايك بهذا؟ هذا احلى ولا القبلي؟ والله كلهم حلوين. انت تزينين اللبس ما يزينك، بس ليش كل هالكشخه؟ وي مسرحيه، تعالي ليكون كنسلتو. وين نكنسل على هالكشخه هذه كلها؟ بس انا بعرف انت ليش مشتطه بهاللبس. بعد طول عمرنا نكشخ لما نروح مسرح، يطري عليك واحنا صغار ما نروح الا ببدله العيد. لا تطالعوني كذي يستحي. شنو؟ حسبي الله على بليز، ترى هذه السوالف ما فيها غشمره. روعه عبال التكميم يضبط للمره الثانيه. لا لا خلاص، هونت عن التكميم. يقول لك الحين متينه شوي تكون موضه، وبعدين السكر ما ضبط، بعتبرها استراحه محارب. ويا يزين الزين. شربي. لا لا انا ما اشرب عقبها. ولا ما تبين تشربين عقبي؟ شربي، شفتيها شلون تخز ذريتك؟ الله بس خلاص خلاص، كل هذا ولا يعجبدك، خلي شوية حق ذريتك. تقول لا يعجبدها وشربتها كلها. عملية تجميل. ما يدري واضح أرزاق. حتى التجميل أرزاق هي ضبط من أول مرة. أنا أدش العمليات وأدري بسوي عملية ثانية. التجميل فوق التجميل. الله يستر. بس بونجور. بونجور. هند في المطبخ. مرسي. أختك لعبة بويها لعب سوفيك. شنو هذا؟ شنو؟ مسوي تجميل؟ ولدك مسوي تجميل؟ وي ميمعنا علشان نشوف اللوك الجديد؟ بس عاد عن هالقرقة طايح طايح، قلت له يروح المستوصف خشمه يرعف. بس عاد الحين أمك خبرة 25 سنة، ما أعرف إذا أبوك يحتاج مستشفى ولا لا. أخاف إنها قاصدة ما تبي توديه المستشفى وتبي تذبح. استغفر الله. متي؟ والله أكو حريم انتقامهم إيه متأخر. لابسة تايجر، لا تاكلينا بس. حبيبتي هذا غالي، تقليد درجة أولى. أنت إيش فهمك؟ خلصوا اليهال؟ أي هال؟ عيالك كل واحد أطول مني. على فكرة توني كنت قاعدة مع الياهل العود. أنا جبتهم ويعتذروا. أنا ما قدرت أنام، قلت أهيلك من الصبح أقول الكلمتين اللي في قلبي عاد. وأنت كيفك؟ بقى شيء ما قلتي. يارتي وحبيبتي وام ثانية العيال، يا الله شاهد، احنا مو فريج واحد، احنا بيت واحد، نشوفكم اكثر ما نشوف باجي اهلنا. ايش معنى حبه امك على راسها وانا لا؟ بعد شفتوا امي ايش دازه بجروب العائله؟ ايش دازه؟ واي جروب عائله؟ وليش انا مو معاكم؟ منو الادمن؟ صلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد. الله الله عليك يا أخوي مشعل، ناقصك بس أرنب وتسوي لنا عرض الساحر.
هذه مو توها بتموت فيها شده ترقص سلو بعد. الله يرحمك يا امي، رحتي وما شفتيها اليوم، مش على القبر اللي سبح تحوشي حساسيه من النظافه والحين يرقص سلو. قومي قومي رايلك طلع، روحي 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 رقصي مع سلو، شو دي يطيح الحطب روحي. علي عليها هالعروس تكسر الخاطر. خليهم عندي هني تحت عيني. يقول الإخوان لازم يربون ببيت واحد. أنا حامل. مدهج؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لوك لوك مي نو ألون. I am all family here. We meet. Nora, we are not supposed to see each other. There is nothing I can do with your brother. We. كذي خجيت بسرعة. ها. High five. عندكم أنتوا حركة ونس، حركة إيجابية. بس عندنا إحنا يا قرادة حظك وحظي. عمتي. لو يدري شنو قاعد تقولي له كان هدك وركب سيارته ومشى. امشي 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 قدامي. وين وين؟ امشي يلا انت. يو هاني كم كم هاني كم كم دير. خلي صوري. تفضلي. يعني انت الحين تكشخ علشان تصور؟ تصدق لو انا كشخت بيقولوا لي ينت. يلا حلوه. اشوف اشوف شوفين كثير حلوين. وايد حب. شنو هذا؟ واي شنو هالمصوره هذه اللي ترفع المعنويات؟ عاد شوف انا ابيك تصور لي صور كذي يكون فيها شوبوفات، وبعدين ابيك تصورني صور اللي طالعتها ما عرفني. ان شاء الله. شو ترجع شو تخلي؟ هندو؟ شو لابسه؟ يعني إذا الريال خان نفسخ الحياة. كانتي بيونسي كيفان تكفين صورة. يلا العقلان ما في متزوجة عاقل. كانتي وين غدا بابا مشعل؟ ها؟ تش عندك ويا بالديوانية؟ يا هند هند وين غدا أخوي مشعل وينه؟ شافني بدراعتي وشوشتي وأنا أنحاش منه. هقوتي حمد رب إنه ما خذاني. هند؟ أنا جاي كرة؟ يعني ينقال لي شينة؟ لا هاي الآن عوبة ها؟ شوي مو وايد. ما تستحين. سكتي يا هند سكتي ما بي. إيبا كان قلبنا من زمان على فعايلك. وش سالفة الحكي اللي بتحضرينه؟ أنا حضرت كلام وأخو حضر بعد كلام، يوعدني وأوعده مثل الأفلام. بس تكفين إذا خلصنا ما بيزفة. عيلش تبين ليوة ولا هبان؟ أبي وردة. I left home because I believe home is where you live with people you love. I have faith inside my heart something. Miss sorry missing she means something missing. Missing يرحم لي امك خليك معي على الخط. قبلك حياتي كانت هم. تعرف الجحيم؟ Before she knew you, her life go to hell. Go to hell? No. No, أنا ما قلت هالكلام. ترجمتها هي كلها غلط. بعدين جحيم يعني go to hell. شو ترجمها هذه؟ شنو مجبورين إحنا نسمع كذي؟